السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من برامج السيميليشن اللي معروفة والانترفيس بتاعتها سهلة وممكن ان انت تشتغل عليها كبداية لأي برنامج سيميليشن تاني هو الاسبن هايسز. الاسبن هايسز ممكن انت تشتغل عليها لو انت طالب في مشروع التخرج، لو انت طالب مثلا كلية هندسة كيمياء، تكريت بتروكيماويات غاز، لو انت شغال في الاوبريشن او في التشغيل، لو انت مهندس او لو انت كيميائي ممكن انت تحتاج ان انت تعمل محاكاة لإيكويبمنت أو للمصنع اللي موجود عندك بحيث أنت تشوف بعض ظروف التشغيل تأثيرها أو الأوتبوت بتاعها على السيميليشن أو على الكمبيوتر قبل ما تنفذها طبعا في المصنع عندك، أو لو أنت حابب أن أنت تدخل مجال البروسيس، مجال البروسيس انجينيرينج، سواء كان في بروسيس بهدف أن أنت تقيس البرفورمانس الإيكويبمنت، تحسب الإفشنسي، أو أن أنت تعمل بعض الحسابات زي البريشر دروب البايب لاين، فده خاص بالبروسيس بيرفورمانس. او لو انت حابب ان انت تعمل سايزنج للاكويبمنت يبقى انت ساعتها كده رايح في ناحيه البروسيس ديزاين، يبقى هتشوف مثلا الاكويبمنت زي مثلا الاكشنجر، عدد التيوبس، البافلز، المقاسات للشيل والتيوب، بالنسبه مثلا ديسيشن تاور، انواع الصواني او التريز اللي تكون موجوده، هل هي تري ولا باكت، والمسافات ما بين التريز وبعضها، فده خاص بجزء السايزنج. طيب الدبلومه بتاعتنا دي بنتكلم في 51 ساعه متقسمه على 228 فيديو، هنتكلم في السيميليشن وتحديدا على الاسبن هايسز. هنتكلم في ايه بقى؟ هنتكلم في كل حاجه اللي احنا قلناها من شويه. هنتكلم ازاي تعمل سيميليشن لايكويبمنت، ازاي تعمل سيميليشن لمصنع، ازاي تحسب البرفورمانس الايكويبمنت، يعني هتعرف ازاي تحسب البرفورمانس للبمب، للكمبريسور، للتربن، للبويلر، للفاير هيتر، وهتعرف ازاي تحسب الافكتفنس للهيت اكشنجر، لان الهيت اكشنجر بنقول عليه افكتفنس ما بنقولش افشنسي، وهتعرف الكلام ده ان شاء الله معانا في الدبلومه. غير كمان ان انت هتعرف تفاصيل كتير في الديستليشن تاور في الجزء الثالث معانا في الدبلومه. طيب الدبلومه عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول بنقول عليه البيجنر بحيث ان انت تعرف الانترفيس للبرنامج، ازاي تعمل تعريف للستريم، تعرف تعمل تعريف للايكويبمنت، الصفحات المختلفه للايكويبمنت المختلفه تبدا ان انت تتعرف عليها، ازاي تضيف حاجه اسمها اللوجيك، لوجيك اوبريشن، تشوف دي عباره عن ايه وبتضاف ازاي ووظيفتها ايه في السيميليشن. فالجزء الاولاني هيكون مفيد جدا بالنسبه لك لو انت ما عندكش خبره في البرنامج قبل كده، او لو انت عندك معلومات في البرنامج بس معلومات قديمه ممكن انت نسيتها مع الوقت ومحتاج ان انت تحدثها، فمحتاج الجزء الاول. كمان الجزء الاول بنشوف ازاي نرسم على السيميليشن بطريقه سريعه، والتركات بقى ازاي تشوف مشكله في الحياه العمليه وتشوف المشكله دي ممكن تتحل ازاي، لان الكودس بتاعنا ده احنا ما بنتكلمش على امثله وخلاص، انا بتكلم على امثله وبعمل لك مشاكل ووديك المشاكل دي ممكن انت تتعامل معاها ازاي، سبب المشكله وازاي تحل المشكله، وهتلاقي في بعض الاكسرسايز موجوده معانا في الدبلومه. ده في الجزء الاول اللي هو البيجنر. الجزء الثاني الافشنسي، زي ما قلت ان انت بتشوف الافشنسي للايكويبمنت المختلفه، والجزء الثالث بنتكلم على الديستليشن تاور والبايب لاين، وبنتكلم على الاوبتمايزيشن، وبنتكلم بقى على السايزنج للهيت اكسشنجر. الجزء الاول تقريبا 17 ساعه، الثاني 14 ساعه، والثالث تقريبا 18 ساعه. نشوف بقى كل جزء التفاصيل بتاعته عباره عن ايه. الجزء الاول عندنا في الدبلومه اللي هو البيجنر عباره عن 8 سيكشن. هو الدبلومه كلها بنتكلم فيها في 27 سيكشن، الفعلي بيبقى 26 من اول سيكشن اللي هو الانترودكشن او مميزات البرنامج، واخر سيكشن اللي هو ال 26 ده بنتكلم في التقرير، كل الطرق اللي انت ممكن تستخدمها في ان انت تعمل تقرير من السوفت وير اللي هو الهايسز، وان انت ازاي تربط ما بين الهايسز وما بين برنامج اكسل، وان انت تعمل لينك ما بين الاثنين، ده حاجه اسمها اسبن سيميليشن ورك بوك، ده بيبقى موجود اللي هو في السكشن الخاص بالتقرير. طيب ايه بقى سكشن 27 اللي انا ما حسبتوش ده؟ سكشن 27 هو عباره عن مثال، بس مثال طويل شويه، بحيث ان طالما اخدت الكورس معايا او الدبلومه معايا فتقدر ان انت تحل المثال اللي موجود في سكشن 27 لوحدك، وبرضه كده كده واحنا شغالين هيبقى في بعض الامثله، هتلاقي برضه المثال المفروض انت تشتغل عليه لوحدك، ولو عايز تتاكد من الاجابه بتاعته هتلاقيني برضه انا عامل فيديو للحل بتاعه. طيب الجزء الاول احنا بنتكلم في 8 سيكشن، السيكشن الاول بنتكلم فيه المميزات الخاصه بالبرنامج والهيستوري للبرنامج، الجزء الثاني او السيكشن الثاني في الجزء الاول بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالانترفيس، هتعرف السكشن ده تفاصيل كتير على انترفيس البرنامج بحيث انت تكون فاميليار بيها وان انت تشتغل على البرنامج
بطريقة سريعة. طيب السكشن الثالث هنشوف عندنا بقى الاستريم ممكن يتضاف ازاي، حاجة اسمها الكومبوننت ليست، حاجة اسمها الفلويد باكج، ازاي نعمل تحليل للاستريم، هنشوف حاجة اسمها الهيبوثيتيكال ممكن انها تتضاف ازاي. بعد كده في الجزء الرابع هنقسم دايرة تبريد بروبين بسيطة جدا، هنعرف فيها بعض الاكويبمنت البسيطة زي مثلا الكمبريسور والهيتر والكولر والفالف. بعد كده الموضوع هيبقى اصعب معانا شوية في السكشن اللي وراه اللي هو سكشن 5، هنشوف بقى حاجة اسمها السب فلو شيت، وهيظهر بقى معانا السيبريتور والهيت اكسشنجر، هيبدأ يظهر معانا حاجة بنقول عليها اللوجيك زي حاجة اسمها البالانس والادجاست. بالنسبة للسكشن 6 هنتكلم في حاجة مفيدة بتلخبط ناس كتير اللي هي حسابات الانسالبي. الانسالبي اللي بتطلع من برنامج السيميليشن ما بتكونش حسابات دقيقة، وحتى ممكن تلاقي رقم بالنيجاتيف. طيب ازاي ان انا اطلع انسالبي بالرقم الصح، زي مثلا لو انا بتكلم على ميه او ستيم، فازاي اطلع قيمه انسالبي زي اللي هي بتبقى موجوده في الستيم تيبل. موضوع الانسالبي ده بيكون مفيد معانا خصوصا لو انت هتشتغل في الانرجي افيشنسي وهتدخل في حاجه بنقول عليها السنك دايجرام. بالنسبه للجزء السابع هنتكلم على الكمبريسور، ممكن انت تضيف كومبريسور ازاي، والكمبريسور ده ممكن يكون الكمبريسور واحد بس مرحلتين زي المثال بتاعنا ده، يكون يعني كانه كومبريسور غاز بيدخل على الكمبريسور يطلع يحصل له تبريد، وجزء بيحصل له كوندنسيشن، وبعد كده يدخل على الستيتش اللي وراها. هتعرف يعني ايه ريسايكل ممكن تضاف ازاي في برنامج السيميليشن هي ايه، وممكن المكان المناسب ليها بيبقى موجود فين، وهتعرف الكيرفات الخاصه بالكمبريسور او بيرفورمانس كيرف الكمبريسور ده هنضيفه ازاي في السيميليشن. بالنسبه لسكشن 8 هنبدا بقى نشوف الكرود ممكن ان احنا نعمله تعريف ازاي، البتروليوم اسي الهيبوثيتيكال، هنشوف يعني صفحات كتير موجوده في الكرود والخصائص بتاعت الكرود ممكن ان احنا نضيفها ازاي ونتعامل معاها ازاي في السيميليشن. والجزء ده هيكون مفيد معانا لان احنا في جزء في الافشنسي هنتكلم في الكرود، وفي جزء في الديستليشن هنتكلم في الكرود. طيب دول الثمانيه سيكشن الخاصين بالجزء الاول اللي هو البيجنر، انت كده خلاص عرفت انترفيس البرنامج، عرفت ازاي تضيف ستريم، تشوف تعمل اناليسز على الستريم، ازاي تضيف الايكويبمنت والصفحات الخاصه، وازاي تضيف هيبوثيتيكال او ازاي تضيف بتروليوم اسي، وازاي تتعامل معاه. دول الثمانيه سيكشن للجزء الاول. نشوف الثمانيه سيكشن التانيين اللي هم في الجزء الثاني الخاص بالافشنسي، واللي هو ده الجزء المميز جدا جدا عندنا في الكورس. على فكره الامثله اللي موجوده في الافشنسي انا اللي عملتها ومش هتلاقيها في مكان تاني، وانا غالبا ما شرحتهاش قبل كده. طيب الجزء ده هنتكلم بقى بدايه من اول ذا اكتورز، ممكن ان احنا نضيف الاكتورز ازاي، عشان طبعا انا لما اجي اتكلم على البويلر او الهيتر فانا هحتاج ان انا اعمل سيميليشن للبرنر او النار اللي موجوده، فساعتها دي بيتعمل لها تعريف في صوره الرياكتور، فانا محتاج ان انا اتكلم على الرياكتورز. فالرياكتورز دي اللي هي في سيكشن 9، ده هنتكلم على الايزومرايزيشن، هنشوف نوعين، هنشوف بقى انواع الرياكشنز المختلفه في السيميليشن، وهنشوف انواع الرياكتورز المختلفه، وايه الرياكشن اللي ممكن يشتغل على الرياكتور، يعني بيبقى في رياكشن معين مع رياكتور معين وهكذا. طيب وبعد كده بندخل على البويلر، هنعمل اتنين مثال لبويلر، بويلر بسيطه وبويلر معقده شويه، هنشوف بقى حسابات الراديشن لوس بتتعمل ازاي، الاير تو فيول ريشيو بتتحسب ازاي، الاكسس اير بيتحسب ازاي، الريليز دي هيت والابزورب دي هيت، البلو داون بيتحسب ازاي، يعني هنشوف حاجات جميله قوي، هنحسب الافشنسي للبويلر بثلاث طرق. نفس الكلام اللي عملناه في البويلر هنعمله في هيتر، والهيتر دي المفروض ان هي فاير هيتر برضه هيكون فيها نار، والنار دي هتتوصف كانها رياكتور اللي هي دي البرنر بتاعتنا، وهنعمل برضه الحسابات الخاصه بالريليز دي هيت والابزورب دي هيت، وهنشوف الاير بري هيتر ده ممكن ان احنا نوصفه ازاي على السيميليشن، بحيث ان انا لو عندي فاير دي هيتر هشوف الافشنسي بتاعتها، لو انا ما عنديش اير بري هيتر ولو انا ضفت اير بري هيتر ممكن الافشنسي تبقى عامله ازاي. هنشوف برضه ثلاث طرق للافشنسي، والافشنسي سواء كانت في الهيتر او البويلر او اي افشنسي احنا هنتكلم عليها بعد كده، هنشوف الافشنسي بطريقتين، في طريقه الهاند كالكوليشن انا هشوف الافشنسي اصلا القوانين بتاعتها بتتعمل ازاي، الهايسز نفسه بيفكر ازاي عشان يحسب الافشنسي، فهنشوف الطريقه دي، وهنشوف طبعا طريقه السيميليشن، وهنقارن ما بين طرق مختلفه في الافشنسي. بالنسبه للبمب هنحسب الافشنسي للبمب باستخدام تقريبا خمس طرق، هنشوف كل طريقه في طرق يدوي، في طريقه سريعه ممكن انت تستخدمها، وهنشوف برضو السيميليشن بيحسب ازاي الافشنسي بتاعته، هنشوف برضو الافشنسي للكمبريسور والافشنسي للتربن، هنشوف ايه المقصود بالايزنتروبيك افشنسي
والبوليتروبيك افشنسي، ايه الفرق ما بين الاثنين افشنسي دول، وازاي الافشنسي برضه بتتحسب بالهاند كالكوليشن، هنشوف الايكويشنز عباره عن ايه، وهنعمل الايكويشنز بنفسنا، وهنشوف الاوتبوت بتاع الايكويشن اللي احنا استخدمناه واوتبوت السيميليشن، وهنقارن الاثنين ببعض. بالنسبه للهيت اكسشنجر هنتكلم بقى في الافكتيفنس، هنتكلم على حسابات اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس، هنتكلم على الاف تي كوركشن فاكتور ده بيتحسب ازاي، هنتكلم على اليو اللي هي الهيت ترانسفير كوفيشن، هنتكلم على الاريا، هنتكلم على حاجات كتير موجوده في الهيت اكسشنجر، وده برضه يعتبر من السكاشن المميزه جدا، لان اوقات بيطلب ان انا عايز احسب البرفورمانس للهيت اكسشنجر او احسب الافيشن للهيت اكسشنجر، بس هي ما بتكونش افيشنسي، بيكون اسمها الافكتيفنس. فهنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي، وده السكشن الخاص بالهيت اكسشنجر اللي هو يعتبر سكشن 15. سيكشن 16 بقى ده موجود في الجزء الثالث اللي هنتكلم فيه، اللي هو الادفانسد، هنتكلم فيه كمان شويه. لكن السيكشن اللي بعد كده في الجزء الخاص بالافشنسي هو البامبنج سيستم، هنشوف بقى الكومبوننت للبامب، هنشوف بايب لاين زي اللي هي موجوده قدامنا دي، هنشوف السكشن والديسشارج، ونشوف البريشر دروب بيتحسب ازاي بطريقتين في الهاند كالكوليشن، ونشوف السيميليشن بيحسبها ازاي، وهنقارن ما بين الهاند كالكوليشن والسيميليشن. في ايكويشنز هتظهر معانا في هاند كالكوليشن هتظهر، وهو ده المطلوب من الكورس، ان انا ما بشرحلكش مثال بس، انا عايز انقل لك الايكويشن، عايز انقل لك الحسبه، عشان لما تعرف الايكويشن هتعرف المتغيرات اللي في الايكويشن، ايه اللي ممكن ياثر على البريشر دروب، هل الفيلوسيتي، هل الفلو ريت، هل الفيتنج اللي بتكون موجوده، طب نوع الفيتنج هل ممكن ياثر ولا ما ياثرش، فده اللي هيظهر معانا. طيب كده احنا خلصنا برضه 8 سيكشن غير الثمانيه سيكشن الاولانيين، دول الثمانيه سيكشن دول مرتبطين بالجزء الخاص بالافشنسي. بعد كده السكاشن الباقيه لغايه 27 ده الجزء الثالث اللي هو الادفانسد. هنبدا بقى نتكلم على الديسيشن تاور، بس الديسيشن تاور في البدايه هتسم جزء خاص بالديفاينري، هنتكلم برضو فيه في البايب سيجمنت اللي هي اول بايب لاين، هنعيدها تاني في الجزء ده، بس الجزء ده هيكون فيه تفاصيل كتير في البايب لاين. هنتكلم برضو في البتروليوم اسي تاني في الجزء ده، والجزء ده هيبقى بداية الاجزاء اللي بعد كده. فاحنا عندنا 5 سيكشن هنتكلم فيهم في الديستيليشن، يعني عندي السيكشن ده هتكلم في ديستيليشن بسيط، ده خاص بصناعة الغاز، ده دي ميثانيزر ودي ايثانيزر، بعد كده هتكلم في ديستيليشن اتموسفيريك ديستيليشن، وهتكلم في فاكيوم ديستيليشن، وهعمل هيت انتجريشن ان انا ازاي اطلع بقى السايد اوبريشن او الستريمز الخاصه بسايد اوبريشن. سايد اوبريشن دي حاجه بنقول عليها زي مثلا مثال البامبا اراوند او السايد سيرفر او الريكتفاير، فازاي خرج الستريم من بامبا اراوند اوصله بالمين فلو شيت وان انا ارجعه تاني، فده بنقول عليه الهيت انتجريشن، ده هيكون موجود معانا في سيكشن 20. بعد كده هنتكلم في سيكشن 21 في الديهايدريشن لغاز، ازاي بعمل ازاي بشيل الهيدريت من الغاز، او ازاي اشيل الميه من الغاز عشان اقلل الهيدريت فورميشن باستخدام تراي اسيلين جلايكول، هنشوف برضو برجين ابزوربر والسيريبر هنشوف شكلهم عباره عن ايه، بيتعملوا ازاي البروسيس دي، هنشوف كمان بروسيس ثانيه اللي هي سويتنينج للناتشرال جاز، ان انا ازاي اشيل السي او 2، ازاي اشيل الهيدروجين سلفايد برضه من الناتشرال جاز، برضه دي بروسيس هنتكلم فيها في الديستيليشن. فانا عندي كده يعتبر 5 سيكشن هتكلم في الديستيليشن في تفاصيل كتير او في الديستيليشن وانواع مختلفه من الديستيليشن، يعني بدايه ان انا بتكلم في ديستيليشن بسيط، دي 2 تاور مثلا موجودين في الغاز، بعد كده في الاتموسفيريك ديستيليشن، فاكيوم ديستيليشن، وبعد كده هتكلم على برجين تانيين موجودين في الديهايدريشن بروسيس للغاز والسويتنينج بروسيس موجوده في الغاز. طيب احنا كده خلصنا جزء الديستيليشن اللي هم 5 سيكشن، نشوف بقى جزء تاني بيتكلم على بروسيس جميله قوي اللي هي الليكوفايد ناتشرال جاز. تكنولوجيا بيتم استخدامها عشان تكثف الغاز الطبيعي، فهنشوف الغاز الطبيعي ممكن يتكثف ازاي، وهنشوف في اكويبمنت برضه هتكون مختلفه في البروسيس بتاعتها. في سيكشن 24 هنتكلم بقى في الهيت اكسشنجر، هنتكلم بقى في ريتنج الهيت اكسشنجر، لو انا عندي هيت اكسشنجر في الواقع ليه مقاسات معينه، ازاي اضيف المقاسات دي في السيميليشن، وازاي اخلي السيميليشن يشتغل على المقاسات اللي موجوده في الداتا شيت او التيما اللي موجوده عندي في الواقع، او لو انا ما عنديش اصلا هيت اكسشنجر في الواقع وعايز اعمل له سايزنج، اذا ان انا عايز اخرج التيما بتاعت هيت اكسشنجر، هنشوف برضو الكلام ده ممكن يتعمل ازاي. واحنا هنعمل هنا ريتنج وهنعمل سايزنج للهيت اكسشنجر.
بالنسبة لجزء ال 25 هنتكلم في الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن ان انا عايز الهايسس بقى يفكر وان هو يغير كذا حاجة علشان يقلل لي مثلا التكاليف التشغيلية اللي موجودة عندي في وحدة معينة. وبعد كده جزء 26 هنتكلم في كل الطرق اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل تقرير في السيميليشن بتاعك، وهنتكلم في حاجة ممتازة جدا جدا للاسبن سيميليشن ورك بوك، اللي هو ازاي تربط السيميليشن بملف اكسل وتعمل سيناريوهات على الاكسل، لان طبعا الاكسل ده برنامج عظيم ممكن تعمل منه سيناريوهات، ممكن تعمل منه داشبورد بتبقى لطيفة جدا، بحيث ان انت شغلك بعد كده هيكون على الاكسل، والاكسل اللي بيكون الباك جراوند بتاعته هي برنامج السيميليشن. طبعا بعد كده سيكشن 27 زي ما قلت في الاول خالص، سيكشن 27 هو عباره عن مثال، انت بتشتغل على المثال ده. طبعا بما انك عرفت حاجات كتير في الكورس هتعرف تشتغل على المثال لوحدك، وبرضه هتلاقي الحل الخاص بالمثال ده هتلاقيه موجود ان شاء الله. طيب الكورس ده موجه زي ما قلت كده، موجه للطلبه، موجه للمهندسين سواء حديث تخرج او الخبره. تقسيمة الكورس بقى انت بتشوف فين الجزء المناسب معاك ان انت تشوف الكورس ده، لان ممكن مثلا الجزء الخاص بالافيشنسي ممكن يكون تقيل شوية، الجزء الخاص بالديستيليشن، الجزء الخاص بالريفاينري، او الجزء الخاص بالبتروليوم اسي ممكن يكون يعني في ناس ما بتتعاملش معاه، فممكن برضو يكون صعب شوية مع بعض الناس. بس المهم اللي انا عايز اقوله لك في الكورس ده ان انت مش مجرد بتتعلم سيميليشن كأمثلة محلولة، انت بتتعلم فكر هندسي في ليه علاقة بالبروسيس، بتتعلم فكر ليه علاقة بالانرجي افيشنسي، بتتعلم ازاي تحسب باستخدام الهاند كالكوليشن، ازاي تحسب بيرفورمانس الاكويبمنت. فطبعا الموضوع ده مميز جدا جدا عندنا ان شاء الله في القدس. ان شاء الله نتقابل في القدس مع بعض، وهتقدر طبعا ان احنا نتواصل مع بعض من خلال الرسائل على البلاتفورم اللي موجود عليها القدس، او هيكون في جروب ما بيننا اللي حضر الكورس، هيكون في جروب انا هكون موجود ان شاء الله فيه للاجابه على الاستفسارات بتاعتكم. لو في نقطه مثلا مش واضحه ممكن ان احنا نوضحها بشكل مختلف غير الطريقه اللي متسجله بيها. نتقابل ان شاء الله في الكورس.